أهلا، أنا سامية من مركز الطفل العربي. اليوم راح نتكلم على 5 أرقام لازم تتذكروها عن مرحلة الطفولة المبكرة، شكرا لورقة تم نشرها من جامعة هارفارد. فيلا نبدأ. أول رقم لازم تتذكروه هو 85. 85% من العقل ينمو في أول 5 سنوات من عمر الطفل، يعني شخصية الطفل، قدراته، كلها تتشكل في بنية العقل في أول 5 سنوات. الرقم الثاني اللي لازم تتذكروه هو 700. مرحلة الطفولة المبكرة مهمة لأنه في أول 1000 يوم تتشكل 700 وصلة عصبية في كل ثانية. تتشكل هذه الوصلات العصبية من خلال التفاعلات الإيجابية والاستجابة اللي تتم بين الكبار وبين الأطفال. فتذكروا دائماً استجيبوا باستمرار لأطفالكم بطريقة إيجابية. وجد العلماء أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة لها أكبر عائد استثمار مقارنة بأي فئة عمرية ثانية، يعني كل دولار نحن نستثمره في مرحلة الطفولة المبكرة لها عائد 9 دولارات على الأقل في المستقبل، من خلال ارتفاع الأداء الأكاديمي، من انخفاض نسبة الاحتياجات الخاصة، انخفاض نسبة الجرائم، وازدياد الإحساس بالوطنية. الرقم الرابع اللي لازم تذكروه هو من 8 إلى 10. الفترة الحرجة لتعلم اللغات في عقل الأطفال هو بين 8 إلى 10 أشهر. نعم، من 8 إلى 10 أشهر. يعني في هذه المرحلة العمرية إذا سمع الأطفال لغات من خلال تواصل إيجابي بينه وبين الكبار، فراح يأخذ العقل إحصائيات عن تركيبة الأصوات اللي راح يسمعها، وبالتالي يحدد إيش هي اللغات اللي راح يتكلمها يوم يكبر. فاقرأوا لأطفالكم كل يوم على الأقل 15 دقيقة. الرقم الخامس اللي لازم تتذكروه هو من 90 إلى 100. الأطفال اللي يتعرضوا لإساءة في مرحلة الطفولة المبكرة وعندهم عوامل خطورة إضافية مثل الفقر أو عدم التعلم في البيت أو كون أحد من الأهالي عندهم مرض عقلي، فنسبة أنه هيكون عندهم تأخر في النمو هو من 90 إلى 100%. إذا شكيتوا حصول أي نوع من الإساءة لطفل أنتوا عارفينه، فلا تنتظروا ولا لحظة، اتصلوا على مركز حماية الطفل في منطقتكم الآن. الآن أصبحتوا مناصرين عن حقوق الطفل. إذا تحبوا تقرأوا زيادة عن مناصرة حقوق الطفل، أو إذا تحبوا تقرأوا الدراسات اللي أشرنا عليها اليوم، ممكن تضغطوا على الروابط أو زيارة موقع الطفل العربي. شكراً.